حبيبتي امي جيبي لي المنشفه. منشفه الوش ولا الاجري؟ انت شو رايك؟ رايي مثل رايك. يعني مالك راي؟ لا اميني راي بس مو بالمنشفه. تروحي ذبح، تروحي شخت. اذا انا حاطه اجري بالمي ما شفت شو بدي؟ ما شفت الاجرين. ها عرفتي انا حالك. ايه امي انا بعرف بس قلت لحالي بركي بدك تغسلي وشك فرد مره. بس تكوني مو عرفانه بتجيبي المنشفته. لا السؤال عيب يعني. ايه اذا كان غبي. ما يجعانك كل دراسي. شو اكل؟ ماني اكل شيء. لك بتعرف دراسك خربانين، ليش تاكل عوامه؟ مين قال لك انه انا اكل عوامه؟ حساسات بلا حساسات بلا مخلوق. اذا ما عندك دليل ملموس وقاطع ما بصير تتهميني. لك شو هاد الملزق فيك من ورا؟ مو كيس عوامه؟ مو كيس. يمكن هذا وقت قعدت على الكومدينه عم دور على الحبوب. قومي غدا ومي جيبي له حبوب وجع دراس من عندك لابو طمزي. على عيني امي. انا مو كثير اكلت كلهم فواشتين. لك انا مو مشان العوامه بس بعرفك كذاب كذاب. كذبة بيضة. بتعرفها انت انه مو بيضة. هلا اذا بدك تصلح اسنانك بدك اكثر من 20,000. انا ما حصلحهم بدي حقلعهم. فلنفرض جدلان انك بدك تقلعهم بدك على كل درس 300 ابصر شو بيطلع عليك هذيك الحسبة. انا بقلعهم بالجملة. أبوك يا الحلويات.